والله عقب امطار امس الجو كنا صار بارد ما شاء الله. اللي عنده جاكيت، اللي عنده شال، اليومين طلعت خلاص صار برد. عاد انا باكر ان شاء الله ناوي كشته، والله يستر. والله ايام الوانيتات قبل تتمغط عشان تصعد فوق، الحين شوف يصير هذا عندك الدرجة، وهذا بعد عندك اشبه بالدرابزين كذي، عشان بكل بساطة بس تصعد وتضبط امور والترتيبات. باكر باذن الله من الفجر عندي كشتة انا ويا ابوي، كشتة مخصوصة حق ابوي، عاد نرتب امور الحطب. انا صراحة الحطب خذيته من هني من الكويت طبعا دفوة، دام الوانيت موجود ان شاء الله سليب باقات والشغل. جاهز؟ كفو يلا. يا كريم توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. سالم تعرف مروءات السفر؟ لا. اول مرة تسافر وياي صح؟ تعرف مروءات السفر ثلاث؟ شنو؟ علمك اياهم بعد شوي بالدرب بالدرب. تقول سالم تعرف مروءات السفر ولا لا؟ ثلاث. بذل الزاد، انك يعني تفزع بالفلوس يعني لا تقصر على ربعك، هذا واحد. اثنين قلة الخلاف، حاول ان ما في اي خلافات. حلو. ثلاثة اهم شيء، ثلاثة شنو ثلاثة؟ كثرة الضحك الا فيما حرم الله، لازم تضحك واجد بالسفرة، تجيب سوالف ضحك شيء يعني بعد شوي لما تشوفني انا ابوي ما في سالفة ولا شيء تقول قول لنا نكتة شيء نضحك على طول. ايه لازم لازم كثرة الضحك الا في محرم. الحين ثلاث صح؟ حفظتهم ولا لا؟ بذل الزاد، قلة الخلاف، كثرة الضحك. هذا مروءات السفر عند العرب. اروح للبر لان البر جوه عليل، ولا ترى عندنا من جالس عامل، واطلع لحالي بلا اللي ينطلع به زليل، ما كل رجال نضحك معه وسامر، ما هو بينفع لي إلا اللي كلامه جميل ويدري عن اللي في بالي قبل ما تامره، وش أطلع بواحد ما أصل ودمت بزيل سنك تسحب طرف سويد الخامرة، وما هو بيمكن يوسع خاطرك مستحيل، ما فيه ما فيه مرة دامره دامره. مشينا وكلنا على الله. عرفت الحين الدرس الثاني؟ الغنم شنو؟ صوف. الماعز شعر. الناقة وبر. ها كفو يعني هذا شنو الحين؟ هذا وبر. كفو عليك. هلا والله هلا هلا وكل هلا ما شاء الله. اي سالم اي ترى الناقة تبي اللي يدلعها، شوفهم ترى جونا من بعيد ليش؟ يبون الدلع. ايه زين سالم الحين خلاص صرت خبره. الناقه البيضه شو اسمها؟ واضح. اسمها واضح خلاص. والناقه السوداء؟ مجهم. لا مجهم. مجهم يعني جمع مجهم شنو؟ مجاهيم. النوق السود مجاهيم. زين سؤال الحين سريع، الناقه كم سنه كم شهر تولد تحمل؟ 12. مده حملها؟ يعني سنه كامله. والله والله جايتها شهر. زين والناقه اللي توها والده وراها ولدها شو يسمونه؟ قلت لك اياها اول ما جينا. ايه اقرب لك، خلفها ولد. ها ايه قول خلفه، اللي خلفها ولدها اسمها خلفه خلاص. الناقه اللي توها والده
يتبعها ولدها يسمونها شنو؟ يسمونها خلفه. انت تذكر ان خلفها ولدها، فهي خلفه. شفت هذا الحين قدامنا هذا؟ ايه هذا الاسود. ايه هذا ليش لونه غير كل الابل؟ لانه اسمه رحول، هو اللي ايوه هذا اسمه رحول، هذا مثل السكان او على قولة الراعي هذا الدركسون، هذا الدركسون مال الابل كلهم، هذا الوحيد الراعي ياخذه يوديه مكان اي مكان هناك كلهم يتبعونه، لان لونه اصلا ليش راعي الابل يختار لون مميز له او خلينا نقول يعكس اللون عن بقيه الابل عشان بقيه الابل يعني يميزونه ويلاحظونه. اسمه شنو؟ اسمه الرحول. رحول هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. هذا شيء ممتاز جدا، تحطه تحت سليب باك واموره طيبه. VIP للوالد خلاص، أنا ممتاز تحت يحل محل السفنج، وميزته إنك لما تصفطه يكون صغير جدا. هذا موجود من نيتشر هايك، أنصح فيه صراحة ممتاز. معاه تأخذ هذا أسهل لك، شحن طبعا مو ما يحتاج لا واير ولا شيء، بطاريات ويتفخ ولا ويسحب هواء بعد. وايد هذا متخليه بالسيارة؟ اي حلط والله. من متى؟ تو 3 سنين والله، هذه 3 سنوات. هذا بس نواشف نواشف ابو عايد والله يخرب ما يصير. اي هذا شنو ماله؟ زين شنو ماله؟ ليش بخاش؟ بريدو شنو مو كرت تليفون هذا؟ اخاف سوا ابو عايد. الدواء يخرب والله، الدواء يخرب. شوف هذا انا اعرفه والله، ادري تعرفه. شوف صلاحيته تكفى صلاحيته تكفى. شنو صلاحيته؟ ها ما شوف 2021 انت. لا 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 24 انت بس درجة الحرارة ابو عايد. ابن الحلال والله ما يخرب نواشف. شوف هذا السؤال هذا الحلوة اذا قال نواشف يعني شوف فطاير هو. وين هذا طلع شوف دقيقة انا شوف اقرب ها يقول لك يخلص 2023 شهر 8 بس مالك شغل بالتاريخ عليه. اذا انت مخليه برا ومر عليه حبيبي ان الاكل نخاف مو دوا نواشف. يقولك نواشف سهله دوا صار 3 سنين خاشب السياره يقول لا نواشف راح. هذا جاي من البصره. ايوه هذا القيمر البصراوي على قولتهم جاي فريش توه. تسلم افتح. يا سلام تسلم يا ابو ادم تسلم. اي والله تسلم يا حبيبنا تسلم الايادي. كفو طباخنا كفو ابداع ابو علي. عاش. شنو الطبخه بس خلينا نعرف؟ حمسة بصل هي طبخه بس ولا فيها اضافات؟ يلا ننطر. كفو والله كفو ابو علي. لا هذه اقوى من المقاوير. الرحله هذه اقوى من المقاوير. تعرف اللحسه؟ تعرف شمان؟ ما اعرف زين تعرف اللحسه؟ اي هذه طال عمرك كذي الجبن
فوق البير. ما شاء الله ما شاء الله، شوف شوف الثلج هذا، معناته امس بالليل برد والله ما حسينا. انا داخل سليب باك الحمد لله. شوف شوف الثلج، اكل الثلج ندى وثلج. صباح الخير ابو عايد، عدلت الصبح غير. ما شاء الله على الشروق، يا ربي لك الحمد على هالأجواء الطيبة. يا سلام يا سلام. علمني شيء عتيبي. يقول انا والله هل بمعذبني؟ هلا والله بالحبيب. هلا والله بالحبيب. يا مرحبا ابو سالم. سكر صناعقه. شب شوف كان شب النار. صرت طب عرب قاعد شاب وقدتي عند مخفر الشقايه، الحال اقعد القط فيها السنه اللي طافت. يوم اخذت طال عمرك ولين ها؟ لا لا شوكه. اه شوكه. ايه ويمسك صياخه داخل النار. يروحون العيال هذه بالشارع في نص الشارع بسيارتهم، هو يسيارة الريوق. انا جايب صراحه من فرضتك هذه العلب ممتازه جدا، تعمدت ان فيها يعني عندهم اكثر من علبه، بس هذه فيها فر حلو وعمليه حق اكثر من يوم، عسل مربى عندك الزيتون هذا ممتاز. شغل جاهز الحين، ودوا ودوا حق الشباب. الله هذا جيمر البصرة، جيمر البصرة مع عسل روح. يا سلام على الحلوم يلعب لعب، هذا وقته. يا الله يا الله عليك يا الله عليك، سريع سريع هذا عاد ما تحمل واجد نار. تشتغل من الصوبين اللي بيسخن هني، ويا سلام التنور داخل. بس اللي يبون اسمر موجود اليوم. يا الله عليك يا الله عليك يا ابو عايد يا الله عليك، هذه بس عصره ليمون متبقي خلاص امورها جاهزه. يلا 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 الريوق 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 يا احباب لا يبرد. فما الله يا حبيبي، هلا والله اكرمك الله وغلاك يا معذبنا، الله يجزاك خير يا حبيبي. فما الله فما الله ابو ادم، هلا بمعذبنا يا مرحبا يا هلا يا هلا يا هلا. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، الى لينا باذن الله. شوف لينا وربيع لينا. ابو عايد يا ابو عايد مرحبا مرحبا، تبي تطلعون على درب مرضمه ولا عيوج من عند هباس؟ هباس علم علم درب السلامة. هذه في منطقة روضة هباس، مسوين في مدخل المنطقة، شوف مكتوب لوحة هني مضيف روضة هباس، هذا مضيف الخيمة هذه، شاي وقهوة مجانا لكل المرة، أي مرور في روضة هباس
يمرون هني يتقهون يشربون شاي يتوكلون على الله. ما شاء الله هذه لينا الحين منطقة سكنية. شوف شوف الخضار بين البيوت، عسى ربي يبارك. عاش المفتاح ابو عايد. الله يبارك الله يبارك. يعجبني ابو عايد صراحه مستاجر هذا البيت الصغير الصرح هذا الصرح المعماري ماجره شهرين حق المزاج بس. خش برجلك اليمين، خش برجلك اليمين. ما شاء الله يا حلوه يا سيدي، ما شاء الله ما شاء والله ابو عايد الحوش مربع باي. ما شاء الله حلو هذا، يخزن اغراضه يحط شغله هنا ما شاء الله. شنو كم غرفة؟ هذه شنو الحين هذه بعاي؟ ها؟ هذا المطبخ المركزي. ها؟ ها هذا المطبخ. إيه زين. هني الجلسة؟ يا حلو بعاي. يا حلو بعاي. يوسف ليش نكشت أبو يوسف؟ بس هني هني ريوقنا هني تكفى. بس بس ايوه بس ها بس بس صوره. تعال سالم صورنا لو سمحت واكتب فيضة ابو عايد. الله يا جماعه ربيع لينا لينا ربيع لينا ربيع. وين ربيع؟ بيت ابو عايد. ها يبا هني ريوقنا بس خلاص ما راح نكشت ابو عايد. بس قل ما في ما في. يا جماعه شوفوا في هذه خبيس اللي لا تدسونها. ان شاء الله حاضر حاضر لا تدسون خبيس. ايه اهم شيء اهم شيء الاثاث الاثاث. دير بالك شويه عشان الفراش. بالراحه 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 خليه ينزل. ايوه الله اكبر الله. لا لا واللون ابو يوسف اللون اللون عشبي لون ربيع. لا لا ما يصير اسم جوتي. اسمع حتى هذه لون خزامه. لا هذه حقي هذه حقي. لا لا ابو عايد صراحه مختار الوان حق البيت الله يبارك. يلا يلا يلا. والله اخاف ان ابو عايد اخاف ان سعر الاثاث اغلى من سعر ايجار البيت. صح صح ولا لا؟ يعني يعني خبره يعني خبره يعني خبره. دقيقه 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 دقيقه. والله توقعت ابو عايد انت فني ما شاء الله بالقياسات. انا اتوقع قص ليزر بالكويت. سامحني ابو عايد. لا 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 ليش محمد؟ لا 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 والله سامحني ابو عايد. ابو عايد سامحني ابو عايد والله. صبر دقيقه يمكن دقيقة يمكن اردها. معك صمغ ابو يوسف. ابو يوسف معك صمغ. يبي لها كوريكتر كوريكتر. بس تمام تمام امور طيبة. حبيبي حبيبي شوف 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 الفرش شوف الفرش. عبالك ما في زريب النص صح؟ ابو يوسف عبالهم ما في دفايات. لا 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 الجراوي ما جابوا الطاولة؟ لا 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 ايكيا ايكيا. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الربيع وهذا تونا احنا بشهر واحد. اذا الله بارك ان شاء الله بشهر اثنين باذن الله هذه كلها بستان ان شاء الله. وهناك مكشاتنا. خلينا ابو عايد. ابو عايد ما ادري بيسوي المحراب ولا دافن واحد هني ما ادري. شنو ابو عايد شو تسوي انت؟ سوي روحك ما تدري ولا دفنتوه مساء. هذه تكملة الضريح مال محمد في المزرعة. ايه ها لا
مسجد لا إله إلا الله. كفو والله كفو. امشي كفو والله ابو يوسف. قهوت تخليك تسوق لاستراليا. لاستراليا يقول. الحين يبي له شنو؟ شاهي. يبي له شاي. وهنا كان لازم ندخل. يلا جاء لا ارجع ورا ارجع ورا ورفع رجولك يلا واحد اثنين ثلاث روح 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 عاش 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 يلا يلا ثاني دوري عطني انا ضبطت معاه يلا دورك لا عكس عكس يلا اي رد 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 قلي 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 لا تدعمني راحت صبغتي يا معود اسمع مو تقول حق ابوك ما ونستك الكشته فعاليات ولا ما فعاليات يعني الكشته ولا وينترلاند امسك هذا عفون بس حنبزان ها حنبزان هذا حنبزان ايوه ذوق اكيد اكيد اقلب الكاميرا جربت انت قبل ولا ها شوف صار فيني صدق حنبزان يعني طعمه شنو اقرب شيء له مثل الجزر بس انه جزر مو بصل بسم الله عزيزي المشاهد ذقت الحنبزان ما ذقت الحنبزان انا ذقت الحنبزان طعمه شنو جزر ما في طعم لا لا جزر جزر اخضر لا والله صدق قريب قريب من الجزر جزر ابيض فجل لا مو فجل ابعد لا لا جزر جزر بري حنبزان ذقت الحنبزان برعايه ابو عايد هذا البسباس هذا البسباس البسباس شنو هذا يعني حلي. اقرب ما لهش بنت يعني ولا لا ولا ما له شغل طيب ذقها بسم الله شبعنا ايش بنت لا ما هوش بنت لا ايش بنت لا بالله ما هوش بنت ورقيات التشكيل ما ينفع وياه وغنمهم لذيذه بس ما تاكل الغنم هذه ما تاكل الغنم هذه اسمها تربه هذه اسمها تربه ليش شوف شوف مليانه تراب يسمونها تربه انا بوريك اياها ومنطقه التربه عليها شوف 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 شلون اكيد مليان تراب ما تاكلها متى تاكلها لي ضربها المطر غسلها دقتها قالت فيها سبحان الله سبحان ما تاكلها الغنم عشان فيها التراب فيسمونها تربه زين منطقه التربه مسمين عليها ما ادري ممكن زين بس بعيد في نقطه انت قلت لذيذه بس ما تاكل الغنم ايش دراك انها لذيذه لان جاها المطر إيه؟ ونظفت دقتها ما خلت منها شيء ايه وراح تكبر اكبر من كذي هذا شنو قالها؟ هذه قالها العادر العادر ما تاكلها الغنم ولا ياكلها الحلال ولا شيء ليش؟ فيها تراب؟ ما ادري ونبتها نبتها بذورها واجد باي ايه بذورها واجد تو من كم يوم ناصر بداح مطلع اللي قال له وحده يقول غريبه موجوده بالكويت يقول زرعتها ما طلع بذورها وش كثر بذورها شوف واجد بذورها واجد شوف شو يسوي فيها الغنم النياق طالحني ايش يسوي شوف شوف يكسرها ما ياكلها يكسرها سبحان وينطرها لي متي بس ثم يجي يعود عليه ياكلها هذا اللي يعني ما ياكلها رطبه هذا ما ينقال اخزام الناس يقول ايه هذا صح صح صح, صح. هذا اسمه اللي حق وهذا طعم الورق ماله هذا مثل القرقير شو طعم القرقير هذا هو القرقير واحد سمي برا هذه الحين نفس الجرجير بالضبط طعمها ها نعم قريب هذه ما ندري وطيت ناقه ولا لا لا فاكرة. انا اقول وطيت ناقه شوف هذا ها نشوف ها واضح نشوف. واضح واضح ايوه يعني نقول طقها كذي ايه خلني نشوف ممكن فوق العين صح صح ايه لا قاست عليها من ثقلها ما شاء الله شوف الماء يا جماعه طلع 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 رطب ها هذا يقول 40 ملي 50 ملي لا والله هذا اكثر من 50 شوف 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 الماء شوف شوف ما ما لحد واجد ما شاء الله شلون تعرف جحر العقرب من الجحور الثانيه جحر العقرب شلون تميز جحر العقرب تفضل جحر العقرب يصير مثل هذا شلون يصير والي هذا
يصير طوال. زين حتى 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 الضب الضب بالضبط كذي. ايوه الضب ليه حفرت جحره ايه؟ لازم ويا خويته اللي هي من هي العقرب لازم تلقى عقرب معه. ها اي والله يعيشون مع بعض. هن هي الوحيده اللي تعيش معه. يعني الحين كل عقرب وضب يعيشون جحره. كل ضب تعيش مع عقرب. ها والله اما هذا جحر العقرب شوف شلون اللي يصير كذي. ايوه يصير منبطح تقول ايش اسمه طيارة الشبح. هذا جحر الضب انا اعرفه كذي. طيارة الشبح صح ولا لا؟ طيارة الشبح والله اخذوا معلومات من ابو عائد الله يجزاه خير. يا دهن يا ها ها ريحة شنو؟ ريحة زيت خلاص استوى. من ريحة الزيت لله درك لله درك كم أنت كبير. الله 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 شوف الدهن شوف تحطوا يا دهن أبدا بس دهنت الحمام نفسه دهنت دهن الحمام نفسه. يا حبيلك يا معايب. يلا 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 ما شاء الله مدخل هذه بين ربع ساعة. أوف 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 أوف. هذا المضغوط وسط لينا مسوين مهرجان فقط ايام الويكند خميس جمعه سبت مهرجان ما ادري شنو صراحه ناخذ فيه جوله. السلام عليكم. الله يحييكم ما شاء الله تبارك الرحمن. وينك انا جبت الربابه. ما شاء الله. السلام عليكم جابتنا الربابه. ايوه حيا على ربعنا هنيه كيف صياح الضحى ما تسمعون. ايه تقدر تقولها يا جماعه ما بك وحبيه كيف صياح الضحى ما تسمعون يا جماعه فني فني تبارك الرحمن. اه هذه ما تطلع. هذه اثله. لا 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 خل عجيب أيوه. وتفرغونها وبعدين يسوون عليها الطبله يحطون عليها جلد تكرم ايه ويحطوا لها خيط هنا اللي يدقون فيها. ها عجيب. هذا الدمام الحريم لان الاول يسمونه دمام كله مال القبه يحطونه ايه اذا جو يحملون اغراض يحطونه على القدر فوق الموي وداخله شنو عمي داخله شنو؟
قطن ايوه زي القماش وكذا هذا نعم هذا اللي يسمونه الدمام ايه هذا الدمام ايه هذا المنفذ جاهز هذه المحباله صار حب هنا ايه حط ايه. مويه كذا ايه لما تخش الطيور هذا الحجل او القمري ايه. اكيد في حركه صح بين هنا او هنا صح مع الحركه ذي وطدي وذي نبات حجر هنا وشنو الشجره اللي مسوي منها هذا اثل اثل اقوى ها هنا عجيب هنا ما شاء الله هذا هذا بيز يا الصوف هذه ها والله هذه من جدة ما شاء الله ما شاء الله حافظ عليه حافظتها وهذا تقول شغل جداتي واحد تسوينا ها حجه هذا المضرب ها سلام عليك هذا ينقال مضرب ها هذه شهر هذه تشتغلين فيها وهذه اسبوع هذه اسبوع ايه هذا شغلي سوينا النصر ان شاء الله طيب لو جاء احد يطلب النصر لا ما اسوي ما نسوي الهلال الله يبيض وجهه ويجزاه خير زين والنصر الشيخ قالت اكسر الماكينه ولا اسوي والله اكسر الماكينه والله صراحه مهرجان بسيط جميل يعني خلينا نقول اجتماعي محيي المنطقه خصوصا في الويكند خميس وجمعه سبت او اعتقد خميس وجمعه وخلى لينا اهل المناطق اللي حوالين لينا كلهم يجون لينا في الويكندات او بالاجازه والله ما شاء الله عليك يا ابو عايد والله ما تصورت يعني اول ما دشيت البيت ما تصورت انه بتعمره بالشكل هذا وبسرعه لا والله ما شاء الله عليك صراحه بس راح اكلم ايبك ديزاين ايبك ديزاين شركه تسوي تصميم داخلي فنبي نسوي تصميم داخلي حق ايش رايك شوف يحطوا لك تلفزيون يطلعون لي يرد اي يعني هذا عندك احسن شيء لا شنو تبي؟ أنا ما أبي يعني أبي هالقاعة إيه؟ اجتماعات هذه أيوة هذه قاعة اجتماعات تلفزيون فيها نعم مسرح هذا البهو هذا البهو إيه؟ أبي يصير مدرج حق اللي يطالعون الفيلم بس حاضر بس. كلام حق إيبك ديزاين نبي نصمم اللوبي مال البيت هذا اللوبي الدخلة جدا وهناك غرفة النوم الموضوع كبر شنو قصة المسمار؟ أنا مسمار الجحا يبا أكلم لك إيبك ديزاين نكلم أبو يوسف قلت له أكلم لك إيبك ديزاين يسوي لك تصميم شنو فكرة المناظر؟ شنو؟ بحلق آه صح هي ما في مقتل هني بس ما أدري ليش يعني صابرنا أي بس صح باكر كلنا هني نتجمع يا حلوك يا أبو يوسف ابو عايد والله يا جماعه والله الشهاده لله والله اول ما دشيت البيت قلت معه شلون هذا وين على ما سبحان الله ببساطه جاب الزوال يحطهم حط ما ادري شنو صار مكان مرتب نظيف خلاص ما شاء الله هذا المطبخ الله يبارك الله يبارك ليش مو مشغل هذه شغله كبيره مو لازم نحط الأراس ونضبطها